إذن ماذا يقصد تحديداً بتلوث الهواء؟ يحدث تلوث الهواء عندما يختل التركيب الطبيعي للهواء بسبب وجود مواد ضارة مثل المواد الكيميائية أو الجسيمات أو الكائنات الحية الدقيقة. وعلى الرغم من أن بعض أنواع التلوث تنشأ بشكل طبيعي مثل العواصف الغبارية أو حرائق الغابات، فإن غالبية أنواع التلوث تظهر نتيجة للأنشطة البشرية مثل تشغيل المركبات وتصنيع السلع وبناء المباني والطائرات وعمليات شحن الأشياء على مستوى العالم. نحن عادة ننظر إلى تلوث الهواء بوصفه مشكلة خارجية، ومع ذلك فإن الجزء الأكبر من تعرضنا له يحدث داخل الأماكن المغلقة. يمكن للتلوث أن يتسلل من النوافذ والأبواب وفتحات التهوية وحتى الفجوات الصغيرة التي تدخل منها خطوط المرافق مثل المياه والكهرباء وكابلات الاتصالات إلى المبنى، كما أن المواد المستخدمة في المنزل مثل مواد الطلاء والأرضيات ومواد العزل قد تزيد من مستوى تلوث الهواء. يمكن أن يتسلل دخان منبعث من المداخن والغاز الطبيعي مثل الرادون المتصاعد من الأرض والمواد الكيميائية الموجودة في المياه والتربة الملوثة إلى داخل منزلك. إضافة إلى ذلك، فإنك قد تحمل الغبار إلى داخل منزلك دون أن تدري، وذلك من خلال حذائك وملابسك. لماذا يجب علينا الاهتمام بهذا الموضوع؟ لأن الهواء الملوث من شأنه أن يؤثر سلباً على صحتنا وحياتنا. يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للهواء الملوث، سواء كان ذلك في الداخل أم الخارج، إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل الربو وأمراض القلب والسكتات الدماغية والخرف والسكري والسرطان. فيما يتعلق بالنساء الحوامل، فإن التعرض للهواء الملوث يمكن أن يؤدي إلى حدوث مضاعفات مثل الولادة المبكرة أو انخفاض وزن المولود عند الولادة، وقد يؤدي إلى خفض متوسط العمر المتوقع بما يتراوح بين 2 إلى 5 سنوات. كنت ممن يعيشون في مناطق قريبة من المطارات والطرق السريعة أو غيرها من المناطق العالية التلوث. مع ذلك، وبصرف النظر عن المكان الذي تعيش فيه، توجد بعض الطرق التي يمكنك من خلالها حماية نفسك وحماية أسرتك. لمعرفة بعض الطرق البسيطة والفعالة لتحسين جودة الهواء في منزلك، يمكنك مشاهدة الفيديوهات الأخرى عن جودة الهواء على قناتنا على يوتيوب @KC Public Health.